بين قمم الجبال السامقة يتربع مشروع تنموي عملاق لطالما تفاخرت به وصاب واعتز به أبناؤها. مشروع جدار خط الشرف النوبة بجبل مطحن عزلة القائمة مديرية الصاب العالي محافظة دمار، والذي يعد مشروعا هاما يهدف لإسناد الطريق الفرعية الممتدة من قرية الشرف وحتى قرية النوبة. مشاهد الحياة والإعمار تتضح جليا في الجدار الذي يبلغ طوله 85 مترا وبارتفاع 5 أمتار وبتكلفة قاربت 50 مليون ريال يمني على نفقة الشيخ عبد العزيز علي حمود النوبة. وخلال فترة وجيزة تم استكمال المرحلة الأولى من الجدار والتي تقدر ب 42 مترا، ويستمر العمل بوتيرة عالية في المرحلة الثانية من المشروع حاليا حتى الوصول إلى الاكتمال. عزيمة راسخة تستحق الوقوف لها إجلالا وتقديرا لمن سخروا أنفسهم لخدمة الناس، وفي مقدمتهم الداعم الرئيس للمشروع الشيخ الفاضل عبد العزيز بن علي حمود النوبة، والهيئة الإدارية للمشروع ممثلة برجل الحكمة والمواقف الأصيلة رئيس مجلس الشرف الأعلى الزعيم فيصل علي حمود النوبة ونائبه الشيخ طاهر محسن النوبة ولجميع القائمين على المشروع.